السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم شيوه ام سليمان. اليوم جبتكم واحد الشيوه، غنعدلوا الباستيلي، عادي نعدل بزاف ديال الاشكالات، وانا غنوريكم دابا واحد الجوج، وتقريبا غيكونوا عندي كاملين بحال بحال، ولكن غنوريكم واحد الجوج كيفاش غنعمل لهم، ومن بعد نوريكم كل شيء. وان شاء الله دابا بسم الله نمشيو للمقادير، ومن بعد نمشيو لطريقه التحضير ان شاء الله. عندي هنايا الناطا، ها هي كريم فريش عندي مطلعه، ما بغيتش عاد نبقى نوريكم كتطلع دائما كتشوفوها. والناطا كريم فريش معروف كنطلعوه هيدا. ها هو عندي هنايا الخليط ديال الليمون، عندي هنايا المذاق مع النباج والمذاق ديال الليمون والصبيغه ديال الليمون. ها هما، هذه غادي نعملها من فوق. عندي هذه غنعمرها بالشوكولاته، ها هو الشوكولات والقهوه. عندي هنايا الشوكولات كاكاو مر والقهوه مخلطين في كريم فريش، وعندي هنايا النباج مخلطه بالشوكولات، غادي نعملها فوق منها ان شاء الله. ونمشيو لطريقه التحضير. بسم الله، هنايا هاد الناطه هادي غادي نعمل فيها هذا مذاق ديال الليمون، ها هو غير شويه، ها هو، وغادي نعمل فيها ها هو الصبيغه ديال الليمون، تا هو المذاق ديال الليمون بالحق فيه صبيغه، فيه المذاق، ها هو. غادي نخلطها مزيان مع بعضهم، غنخلطهم مزيان هما، ودابا غنخلط الناطه كامله، نخلطها مزيان تردها صفراء بالمذاقات والصبيغه صفراء. ملي ترجع صفراء غادي نعمر بها هنايا، غنعمل ديك الساعه هانتوما غادي تشوفوني ان شاء الله. ها هي عمرتها، عملت ديك الجينواز من تحت. هذه واحد المصه كنعملها انا، هي فحالها فحال الجينواز، غير انا كنعمل وحده بطريقتي كتعجبني، كتجيني هشيشه وكتعجبني وكتجيني سهله. وكنعملها كنعمل 6 جوج بيضات، 6 السكر، 6 الحليب، 6 الطحين، 6 الزيت، ومع جوج بيضات وبينيه، وكنخلطهم وكنعملهم. الحق الا بغيتو تعملوا وحده كبيره كنضوبل شحال ما قدرتو تزيدوا كنضوبلو، كتعطيني النتيجه مزيونه وكتعجبني وكتجيني سهله وكنعملها. نتوما بغيتو تعملوا الجينواز عملوا الجينواز، هادشي من الباستيلي. ها كيفاش كتجيني، ها هي كتجي هشيشه، ها هي هادي عملتها كبيره، وكنقطع منها وكنعدل، ها هي فين هي، كنقطع بالموس وكنعدلها، ها هي. وديك الساعه كنكمل بالطروفه على قبل ما كتظهرش في الاخر، ما كتظهرش اللي رقعناها اللي كتكون عامره بكلشي ديالها، ما كتظهرش. كندوق عليها شويه هيدا، وكنبقاو ماشيين هيداك. وعندي هادي ديال الشوكولاط حتى هي انا عدلتها، دابا غنعمل كنعمل الثانيه ديالها، وغنعمل كريمه فوق منها، وغنعملها في الكونخيلادور تبقى مثلا 3 ساعات ولا 2 ساعات شحال ما بقات في الكونخيلادور. ملي كنخرجها عاد كنعمل عليها هاد الكريمه هذه ديال المذاقات، المذاق ديال الليمون والصبيغه ديال الليمون، وكنعملها مع النباج، وكنعملها فوق منها وخليها حتى هي في الفريغو شويه، من بعد عاد كنخرجها ونزوقها. والشوكولات عاود نفس غنعدل وحده فريسه، ملي نكون غنكملهم كاملين غنوريهم لكم ان شاء الله، كاملين غنوريهم لكم. ها هما الباستيلي ديالنا، انا عمرتهم. البسكوتشو كان مفزقه بالماء بعداني تاك الماء والسكر، كنخليهم يغليو مع بعضيتهم. شيتو المديده هذيك ما فيهاش القياس اللي بغيتو نتوما، كنعمل لامبا كبيره بالسكر، وكنعملكم تقريبا يطرو لارب دالما، وكنفزقهم باش كتدخل فيهم كاع شويه دبينيه فيها باش كتعطيها المذاق. ها هما دابا غندخلو فريغو، غنخليهم جوج سوايع ولا 3 سوايع، وديك الساعه نخرجهم وغنعمل لهم الناباج اللي وريتكم، هادي ديال الليمون ها هي، ود الشوكولاته غنعملها ديال الشوكولاته، ها هو، ود الفريسه غنعملها فحال فحال، غير شنو ها هي ديالها، عاود الناباج ديالها غنعملو الفريسه، الفريسه عاد غنعمرها. دابا عمرت هادو غنمشي عمرت فريسه، وديك الساعه نسيك ملي نكون غنقطعهم ونزوقهم نوريهم لكم ان شاء الله. ها هما الباستيلي ديالنا، انا عملتهم البارح في الليل وبيتين عندي في الفريغو، اليوم زولت لهم المولديس، ها هما زولت لهم المولديس، ودابا غادي نقطعهم ان شاء الله. هذا غادي نعمل له الناطه ونزوقه بهاد الحبيبات ديال الشوكولاتي، هادو غنزوقهم غير بالشوكولاته هيدا عشوائيا،
وعندي واحدين اخرين ومن بعد نوريهم لكم. ودابا غنمشي نقطع ونعوض وننزلهم في هاد الطبيلات هادو وننزلهم. المهم اللي نعوضهم ونسكسف عليهم نوريكم، اللي نبدا نزوق نوريكم كيفاش كنزوقهم ان شاء الله. هالشكل النهائي د الباستيلي ديالنا، نتمنى يعجبكم ان شاء الله. ها هي الفريسه، عملت لها ديك الكريمه اللي وريتكم اللي في بالناباج والصابوريس، وقطعتها بهذا الشكل وزوقتها. ها هي د الشوكولات، حتى هي عملت لها داك الشوكولات بالقهوه، عملت لها نفس المنظر. الصفرة عاود نفس المنظر اللي شفتو القياس انا وريتهم لكم، تشوفوه هادي ما كنتش وريتها لكم. العجينه هي هذيك في حاله اخرى، جينواز نورمان في حاله اخرى، غير عمرتها بالكريمه فريش في من داخل ولويتها هنايا في اسبانيا كيقولوا له براسو خيتانو. وقطعتها وعملت لها لويتها في النتا في الشوكولات شعريه وزوقتها بهذا الشكل هذا. وهذا هو هذا الباستيلي ديالنا دابا، ونوب اخرين ان شاء الله نزيدو شكيلات اخرين تشوفوهم. نتمنى وهاد الباستيلي ساهل دغيا كيتوجد دغيا، نتوما شفتو انا غير خصو يبات في الفريغو ليله، ومن بعد في الصباح غير كنزول له الحواشي ديالو د المولديس وكنقطعو. والتزويق ساهل، عملت له كلشي ساهل. هذا يقدر يجي عندك الضيف توجدو دغيا ان شاء الله يا ربي، ونتمنى يعجبكم. وفي شيوة ام سليمه اللي ما جيني ان شاء الله، نتمنى المزيد يكون مزيان. وشكرا بزاف، وما ننسى تنساوش تدعموني وتساندوني وتعملوا جيم، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. وجربوا وكتبوا لي وعملوا جيم ان شاء الله يا ربي، ونتمنى الخير من كل واحد.